بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي سيداتي أساتذتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وأنتم تتواصلون معنا في أمسية من أماسي اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف ضمن برنامجه الفصلي، فأهلا وسهلا بالسادة الحضور. ولا يفوتني أن أرحب بضيوف الكرام الذين حضروا هذه الجلسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كل من الدكتور جيم رينفاين منسق وممثل لجنة مونونايت في العراق متخصص في التاريخ الشرق الأوسط، أهلا وسهلا بكم. كذلك نرحب بالدكتورة ديورا بوين فاين باحثة في أديان وتاريخ الشرق الأوسط، أهلا وسهلا بكم من جديد. سادتي، لابد لي أولا من أتقدم بالشكر الجزيل إلى اتحاد الأدباء والكتاب على حسن اختيار هذه الموضوعة، وهي موضوعة الطائفية السياسية وإشكالية بناء الدولة المدنية. وتبدو لي هذا العنوان كاد أن يكون متلازما ومتزامنا وملاصقا للحالة العراقية ما بعد 2003. ما جرى بعد 2003 لا يمكن أن ندعوه انقلابا عسكريا، ولا يمكن توصيفه بثورة، ولا يمكن أيضا أن نطلق عليه احتلال وإن كان شكليا احتلال. ما حدث في 2003 وما تلاها هو انهيار تام لكل مؤسسات الدولة وعناوينها. وما أن حاول من تصدى للموقف أن يحاول لملمة الموقف ويعيد صرح الدولة العراقية، ما برحت أن تجمعت محددات ومعرقلات غاية في الخطورة، ساهمت بشكل آخر في نشوء أزمات، ولو ربما الطائفية السياسية تكاد تكون أبرزها. للحديث حول موضوعة الطائفية السياسية اليوم لدينا ضيوف أعزاء. المحاضر سيكون الدكتور عبد علي الخفاف، فليتفضل إلى المنصة إن سمح. كذلك سيكون معنا الأستاذ الحقوقي محمد عنوز، فليتفضل مشكورا. أهلا وسهلا بالأساتذة الدكتور عبد علي الخفاف، وكما يقولون على قاعدة العارف المعروف لا يعرف، فسوف نتجاوز السيرة الذاتية للمحاضرين الكرام وندخل في صلب المحاضرة وصلب البحث، وستكون آلية توزيع الوقت للمحاضرين سوف تكون 15 دقيقة للدكتور الخفاف و15 دقيقة للحقوقي محمد عنوز، ومن ثم نفتح باب الأسئلة والمداخلات، وبعدها سوف تكون 10 دقائق أيضا لكل محاضر للإجابة الشاملة على أسئلة ومداخلات الحضور. لكني في البداية وكمنطلق للحوار وكمفتتح للحوار حقيقة، وأتمنى أن نعثر على إجابات أو مقاربات لهذه الأسئلة في ثنايا حديث الدكتور عبد علي الخفاف أو الدكتور الأستاذ الحقوقي محمد عنوز. أقول، ما هو تعريف الطائفية السياسية في القاموس السياسي، وما هو التوصيف الأكاديمي لها؟ هل الطائفية السياسية إفرازات عقلية مجتمعية متهافتة، أم هي إسقاطات لنخب تجد فيها فرصة لتحقيق غاياتها ورغباتها؟ ما هي محركات الطائفية السياسية وعلى ما تعتاش؟ هل الطائفية السياسية منتج ذاتي محلي، أم هي مشروع خارجي مستورد؟ هل الطائفية السياسية هي حالة
ارتدادية تنطلق من عقدة الماضي أم هي عملية استشراق مستقبلي لتحقيق التوازن السياسي؟ هل دفعت المؤسسة الدينية على مختلف مشاربها واتجاهاتها باتجاه الطائفية السياسية؟ وهل شكلت التيارات المدنية ضد النوع الفكري لمواجهتها؟ ثم هل إن الطائفية السياسية مشروع ديني يلبس لبوسا سياسيا أم هي مشروع سياسي يتمظهر ويتمترس بالدين والطائفة؟ هل الطائفية السياسية كائن ينمو وسط أنقاض دكتاتورية زائلة؟ أم هو نبوءة لدكتاتورية جديدة ومن نوع آخر؟ هل بالإمكان الاستفادة من تجارب دول عانت من ذات الإشكالية؟ ما هو دور النخب المثقفة والمؤسسات التوعوية والتنويرية في أجواء الطائفية السياسية؟ أتمنى أن تكون هذه محاور أو منطلقات للحديث. الآن أترك الميكروفون لفضيلة الدكتور عبد علي الخفاف ليجيب عن هذه الأسئلة أو ما تضمنته ورقته البحثية، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الحضور، تحية طيبة. وبدءا لا بد أن نحيي زملائنا الأجانب. Firstly, welcome to you in Holy Najaf. شيء جميل جدا أن يهتم اتحاد الأدباء بقضية الطائفية، لأن الطائفية تؤشر حالة القبح، والأدب يسعى لكل ما هو جميل. وأتمنى لو أن موضوع الطائفية يتبناه الاتحاد في سلسلة من الأمسيات، لأن هذا الموضوع كما حدد الأستاذ رئيس الجلسة لا يمكن أن نغطيه إلا بساعات طويلة وبأيام كثيرة، لأجل أن نؤسس ثقافة ضد الطائفية. تأسيس الثقافة يحتاج إلى جهد، وجهد متواصل، وجهد كبير. أبدأ حديثي مع حضراتكم بعنوان الأمسية: الطائفية السياسية. حسب الدلالة اللغوية لمفردة الطائفية، هذا العنوان غير دقيق، لأن الطائفية السياسية هي مجموعة الكتل والأحزاب السياسية على الحالة أو العفو على الساحة في وقت محدد. يعني يتبادر إلى ذهني أن الطائفية السياسية هي مجموعة الكتل والطوائف السياسية، مثلا على سبيل المثال الشيوعيون والبعثيون والناصريون والحزب الإسلامي وحزب الدعوة وهكذا، هذه طوائف سياسية وطائفية سياسية. لذلك الأدق حسب دلالة المفردة أن تكون طبعا هذا خلط بسبب الإعلام، تشويش وتشويه للمفردة بسبب الإعلام. وكما تعرفون الإعلام عموما في كل العالم غير دقيق، فلذلك نحن جالسون نتحدث عن التوظيف السياسي للطائفية الدينية. هذا هو موضوعنا. مو هذا موضوعنا ولا غيره؟ إذا كان هذا هو موضوعنا فالعنوان يفترض أن يكون التوظيف السياسي للطائفية الدينية.
الطائفية الدينية حق مشروع لكل طائفة في كل مذهب، يعني لكل مذهب، لكل طائفة في كل دين حق مشروع أنها تكتب وتشرح وتبشر في أفكارها. الأرثوذكسية، الكاثوليك، البروتستانت، والهندوسية بطوائفها الكثيرة، واليهودية بمجموعاتها المذهبية العديدة، وكذلك الإسلام، لأن الدين في مجال للتفكير وفي مجال للفقه، والفقه هو علم الدين. الفقه والتفقه هو فرصة لرجال الدين، للمختصين في الدين، لإبداء الآراء والتجديد من حين إلى آخر. فليس هناك أي إرباك نهائيا في موضوع الطائفية. السنة والشيعة والمذاهب الأخرى هي حالة طبيعية تاريخية لها مسوغاتها ولها أسباب. وحضاراتكم تعرفون أن الطائفية ليست لا تقتصر على المذاهب. هناك طائفية في لبنان بين الشيعة في الجنوب والسنة في الشمال، وطائفية بين المسلمين والنصارى المسيحيين. فالطائفية أحيانا بين دين ودين تتقاطع لأغراض سياسية، وبين مذهب آخر داخل الدين الواحد تتقاطع لأغراض سياسية، ويتفرع المذهب الواحد أحيانا في الدين الواحد إلى اجتهادات. وإحنا أبناء مدينة النجف، أبناء الدين، نعرف كم هي الاجتهادات على الساحة الشيعية على سبيل المثال. فالطائفية على كل الكرة الأرضية هي واقع جغرافي وواقع تاريخي وواقع ثقافي. فليس الخطر من الطائفية أبدا. احنا ندعو طلبتنا، إذا طالب ذكي جيد متمكن صهور، أنا أشجع أن يكتب طروحة الدكتوراه عن الأديان والطوائف في العراق، يكتب 400 صفحة 300 صفحة خرائط وبيانات وجداول وكيرفات ودراسة علمية. هذا الواقع الموجود ندرسه. فمو هنا الخطر، لا في وجود الطوائف والمذاهب. الخطر في التوظيف السياسي. الخطر أن أصحاب الطائفة الواحدة يعلنون، وهذا الإعلان جدا صعب، أنه هم على جانب الحق وبقية الطوائف في خطأ. هذا الإعلان لا يدخل ضمن حقوق الإنسان، يتجاوز على مبدأ حقوق الإنسان. لأن كما لك الحرية وتعتقد بالحق والصح والحقيقة، أنا أيضا عندي جزء من الحقيقة. أنا على الطرف الآخر لدي جزء من الحقيقة، ومن حقي أني أمارس مذهبي وأعلن عنه وأنشر حوله وإلى غير ذلك من التفاصيل. فجغرافية العراق من الشمال إلى الجنوب هي جغرافية مذاهب وجغرافية أديان، ولا خطور في هذا الشأن. بالعكس، البلدان التي تقدمت، طبعا التقدم تعرفون التقدم والتخلف، هذه الآن اللي احنا جالسين خلفها، والكراسي اللي حضراتكم والبناية، هذه موجودة بإنجلترا، بأمريكا، بكندا، بأي دولة يجي على بالكم متقدمة. والصخور اللي تكون الأرض لا علاقة لها بالتقدم والتخلف، ولا النبات ولا الهواء ولا الماء، هذه من خلقة رب العالمين. التخلف في العقل، العقل البشري. فإحنا لما نصف بلداننا متخلفة، نحن نعني بذلك نحن المتخلفون.
بشر متخلفون. شنو فرق الصخرة إذا بأمريكا أشوفها ولزمها بيدي أو هنا باتحاد الأدباء أشوف الصخرة؟ شنو الفرق بالصخرة؟ البشر هم المتخلفون. سويسرا تتكون من 4 قوميات معروفة، فرنسيين وطليان إيطاليين وقليل من الإنجليز ويونان جريك يونانيين، ما عندهم طائفية، عقل متقدم، سلوك متقدم، دولة مدنية، يعرف كل مواطن سويسري يعرف وين حدوده، شنو واجباته، وين حقوقه، خلاص انتهى الموضوع، ما عندهم مشكلة. المشكلات من هذا النوع هي مشكلات بسبب ضعف الموضوعية في العقل. احنا من تكون عندنا موضوعية عالية ونبني دولة مواطنة، نبني وطن يستند إلى معادلة وطن مواطن، هو لو المعادلة سارية المفعول وطن مواطن، أنا من الصر عندي مشكلة أروح لعشيرتي؟ لا ما أروح. من عندي مشكلة أروح الطائفتي ومذهبي؟ أيضا ما أروح. أروح لأسرتي وأدعوك؟ أيضا ما أروح. فإذا الإشكالية كبيرة، الإشكالية تقدم وتخلف، وإلا موضوع الطائفية في حدودها الفكرية، في حدود نشر العقيدة أو العقائد للطائفة، هذه حقوق إنسان وحرية في الدولة المدنية. أما أني أنا أمارسها أقصي الآخر، هنا تبدي ضعف العقلانية وضعف الموضوعية، وبالتالي بدأ الاعتداء على الآخر. الآخر من حقه يتصرف أمامي، أما يقاضيني في المحاكم أو أيضا هو يعتدي كما اعتديت، وفي العادة يعتدي كما اعتديت، لأننا كما سبق أن وصفنا بلداننا بأنها متخلفة. فهذه هي قلب المشكلة. والطائفية يعني لغويا أنا أتحرج بالحديث، والأخ العلامة الأستاذ الدكتور زهير أمامي، الطائفية هذه المفردة هي نسب للطائفة، والطائفة هي لا هي 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 لا تقتصر على الدين، هناك طائفة قومية احنا نوصفها أنها أقلية، وطائفة لغوية، وطائفة عرقية، وطائفة دينية، هذه كلها حقيقة من 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 أشكال الطائفيات. الإشكالية اللي يعاني منها الإقليم، المنطقة العربية والعراق، يمكن هو في قلب المعاناة، سوريا والعراق، يمكن لبنان أيضا، هو التوظيف السياسي. المنطقة تمر بمرحلة انتقال، احنا نعرف اقليمنا ومنطقتنا، سقوط الدولة العباسية 1258 وكانت تمثل مرحلة حضارية متقدمة، وسبب في أنا تفسيري الشخصي لأنها دولة علمانية، الدولة العباسية بنت حضارة لأنها دولة علمانية، تفسيري قد أكون أنا يعني غير دقيق، ما أدري ما أعرف. مؤشري للدولة العلمانية بيت الحكمة اللي كان يضم هنود وأفغان وبربر من شمال أفريقيا حتى إغريق ويونان في بيت الحكمة، ويبذل لهم المال الكثير والعناية الأدبية والاعتبارية من قبل الدولة. أنا هذا المؤشر من أقرأ حوله أقول والله هذه دولة علمانية، هل بنت هذه الحضارة؟ من سقوط بغداد 1258، وإحنا هذا التاريخ نعرفه،
اجتنا الدولة العثمانية في آخر 500 عام، وما كانت فيها العقلية اللي يدير بيها مجتمع وامبراطورية واسعة. هذه العقلية المتخلفة سببت ركود وتخلف في المنطقة، كل البلدان اللي حولنا وإحنا جزء منها، إلى أن جانا الاستعمار البريطاني. وأنا هم عندي رأي شخصي، هذه كانت فرصة لذول الناس يقول لهم تعالوا أنتوا بنيتوا لنا مدارس وما كنا نعرف، وأسستوا لنا وزارة الصحة وكنا نقلع أسناننا عند المزين عند الحلاق بتشلافتين، وبنيتوا لنا وأسستوا لنا وزارة عدل وكنا نروح للمضيف نتقاضى ما نعرف. ابقوا قولوا لنا شنو لكم شنو لنا، لان هم مو ملائكه جايين من السماء، هم بشر، لابد عنده مصالحه، لابد عنده اشياء اللي هو يحاول ان يحصلها. فكان ممكن، وطبعا لا اذكركم وهي يا ريت تتكرر الحاله، بنوا لنا مجلس نواب للعوام وأسسوا لنا مجلس أعيان للنخبة. فشيء راقي يعني، ما معقولة، ما معقولة، يا ريت الآن هذه تتكرر، مجلس نواب لعموم الشعب ومجلس أعيان للنخبة اللي عندهم رأي عندهم رأي. هذا مجلس الأعيان ممكن يكون هيئة استشارية كبرى لبناء البلد وإعادة بنائه. فاحنا ما يعني على كل، الفرصه صارت من الماضي. انطرد الاستعمار بنضالات وهذه هم بها وجهات نظر كثيره، الى ان حصلت تموز، ومن تموز لليوم كل ما نريد نحاول احنا العراقيين ان نعيد مؤسسات الدوله يصعب علينا، الى ان صار التغيير 2003، إلى أن صارت 2003 انهدت بقايا مؤسسات الدولة. الآن هاي المساحة اللي هي بحدود 450 ألف كيلو متر مربع، يعيش بها حوالي 32 مليون عراقي من الشمال إلى الجنوب، كل إحنا طموحين أن كيف نعيد بناء الوطن بدولة مدنية. احنا الآن يعني البعض من الحضور، أنا يمكن والدكتور الأخ جميلنا يعني وأبو وسام وأكو بعض الحضور، نشوف نفسنا احنا صرنا من أهل الآخرة، يعني وجوهنا على قبورنا، لكن هاي الأجيال اللي صح لنا جده، هاي شلون نفكر بها؟ هذه الأجيال القادمة اللي تريد حرية رأي، حرية تعبير وكتابة، حق في التعلم من رياضة الأطفال إلى ما بعد الجامعات، هذه كلها حقوق، سكن مناسب، غذاء مناسب، عمل مناسب، وتعرفوها للقائمة. أنا أتحدث أمام نخبة من الناس، هذه كلها تعرفوها، القائمة طويلة عريضة. فإذا موضوع الطائفية والتوظيف السياسي هذا يمثل معركة لا مبرر لها. طبعا بنفس الوقت هناك ما حول العراق، جيران العراق يعدون ممكن أن نعدهم عامل خارجي لتغذية التوظيف السياسي للمذاهب اللي أنا أعبر عنها بهذه الصيغة، يعني لتغذية الصراع. هذا البلد ثري، إمكانياته متنوعة، ويبدو هناك أطراف غربا وشرقا وشمالا وجنوبا يبدو لها أهداف في أن يبقى العراق في هذه الدوامة. فلذلك
النخبة مثل حضاراتكم علينا واجب وطني أن نأسس لثقافة تدعو إلى الدولة المدنية. الدولة المدنية هي الحل الذي اعتمد قبل أكثر من 100 عام في السويد والنرويج وسويسرا والنمسا وكل أوروبا الغربية. حاولوا حقيقة هي نهضة، والنهضة يعني التنويريون أو الناهضون قدموا الكثير من التضحيات في سبيل أن يحققون على الخارطة الأوروبية أنظمة الدولة المدنية. الأمثلة حقيقة كثيرة، وهناك تجارب. إحنا العراقيين نقدر نأخذ التجربة السويدية وندرسها بالتفصيل، التجربة النرويجية وندرسها بالتفصيل، التجربة اليابانية. اليابان نهضت مع نهضة مصر منتصف القرن 19، النهضة الأولى في مصر، قاسم أمين والكواكب، تعرفون الأسماء. مصر صار حركتها متعرجة، تنزل تصعد تنزل تصعد، واليابان اخترقت مثل القوس. إلى أن الآن نعرف كل إحنا اليابان وقيمة اليابان بالاقتصاد الدولي، بالسياسة الدولية، بالتقدم، بالتكنولوجيا. أسهمت اليابان في النظرية العلمية، أسهمت نظرية الوراثة، نظرية الأجرام السماوية، نظرية الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيا، التفسيرات، علوم السياسة. بالنظرية العلمية الآن أكو إسهام ياباني، وبدأ إسهام بسيط ينطلق صيني بعد ما تحرروا من قضية الأيديولوجية، محكمات الأيديولوجية. فإحنا ممكن أن ندرس من العالم الإسلامي التجربة الماليزية، ممكن ندرس التجربة الأرجنتينية. الأرجنتين لعلمكم غادرت خانة الدول النامية للدول المتقدمة، هي كانت في هذه الخانة الدول النامية اللي هي المتخلفة، غادرتها إلى خانة الدول المتقدمة. هذه تجارب حقيقة حديثة. فلذلك يعني إحنا مدعوين والدولة مدعوة أن تأسس مجلس وطني استشاري وتكلف علماء البلد في دراسة هذه التجارب دراسة تفصيلية لهضمها واستيعابها وتقديم النتائج اللي وصلت التي وصلت لها هذه النتائج. وبالتالي احنا ممكن ان يعني اي تجربة نراها قريبة الى واقعنا الاقتصادي الاجتماعي والتاريخي ممكن ان نستعين بها ونستفيد منها. فانا حقيقة يعني المهم ان العقل عندما لا يكون بالمستوى المطلوب لإدارة الذات، هي الذات ترى يراد لها إدارة، الشخص نفسه لازم عنده قدرة أن يدير ذاته، وإدارة الأسرة وإدارة المجتمع وإدارة الدولة. مو عملية هينة تدير 32 مليون. احنا ما نريد يعني نصفح صفحات، نتكلم كلام نظري عام كل احنا نعرفه. عملية مو يسيرة، مو سهلة. نعم دكتور. أنك تدير 32 مليون. فلذلك أكو ضعف بالإدارة، وإحنا ذكرنا مطالعة ومراجعة تجارب الأمم والبلدان التي استطاعت أن تنطلق نحو التقدم، نحو أهداف تنموية كبيرة. فنعود ونشير إشارة يعني نهائية أو مختصرة
أن التوظيف السياسي للمذاهب الدينية هو أولاً أو للطوائف أو الطائفية للطوائف هو أولاً يبعد الطائفة والمذهب والعمل الديني أساساً عن ساحته، يعني يتحول العمل والنشاط إلى أهداف سياسية ونبتعد عن جوهر الدين، وهذه خطورة حقيقة كبيرة. الشيء الثاني نكرر ونركز عليه أن الآخر الذي هو من طائفة وأنا من طائفة لكل منا حق الانتماء، لكل منا حق التعبير عن مذهبه وطائفته، لكل منا حق التفسير عن مذهبه وطائفته. أما التجاوز والحد من نشاط الآخر يعد بالدستور في الدولة المدنية يعد تجاوز ويعد مثل ما نقول يعني إقصاء، وبالتالي هو عمل قضائيا له حساباته وله تجريمه، يعني له تجريمه. نعم دكتور. أنا يمكن يعني أكتفي بهذه الأفكار العامة، وإن كانت أوراقي فيها أشياء ممكن بعدين ربما نعود عندما أسئلة السادة الحضور. وأشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا جزيلا للدكتور عبد علي الخفاف، الذي كما عودنا ولربما من تأثير دراسته في الجغرافيا يأبى إلا أن يتلمس تضاريس المشكلة بشكل دقيق، وحدد لنا لربما محاور مهمة، وأكاد أقول أهم محور هو لم يعترض قطعا على شرفية الانتماء لأي طائفة بقدر ما أن لا تمارس هذه الطائفة عملية الإقصاء للطوائف الأخرى. طبعا أجدد الترحيب بضيوفي الكرام، ضيوفنا الكرام من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أرحب بالأستاذ صادق اللبان عضو مجلس النواب العراقي، و أيضا أرحب بأصحاب السماحة والفضيلة مشايخنا الكرام من مؤسسة الخوئي، أهلا وسهلا بهم، وأتقدم أيضا بالشكر للحضور جميعا، إن فاتني مع حفظ العناوين والألقاب للجميع. الآن أنتقل إلى ضيفي الآخر الأستاذ الحقوقي محمد عنوز، لربما نجد في جعبته محاور أخرى أو حلولا أخرى لهذه الأزمة الطائفية السياسية. مساكم الله بالخير والعافية، وأهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي في البداية أن أشكر الأخوة في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف على هذه البادرة، وأتمنى أن لا تكون الأمسية يتيمة بعنوانها، ويتضمن برنامجهم القادم الكثير من المشاكل. نحن نعترف بأن أمة بلا أدب بلا فن أمة ميتة، ولكن في نفس الوقت هذا الأدب والفن يحتاج إلى سياسة وقانون، ولذلك يعني فعلا كانت مبادرة جدية، وأنا من الحاضرين كثيرا لنشاطات الاتحاد، لم أرى جمعا بهذا الكم في كثير من الأمسيات، وهذه إشارة للأخوة في الاتحاد أن يهتموا، وخصوصا في هذه المحافظة المقدسة التي يجب أن يصدر منها رأيا واضحا دقيقا حول جملة إشكاليات المجتمع العراقي. أعتقد أنه الموضوع اللي أمامنا هو يتعلق بحياتنا اليومية ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا، والعلاقة بالماضي والحاضر ومستقبل البلد أيضا. وكل ما ذكر أنا بتقديري هو يعني مثل ما ذكر الأستاذ سعيد أن تضاريس المشكلة وكذا، ولكن هنالك حسب تقديري أبعاد في هذا الموضوع، أكو بعد اجتماعي وأكو بعد قانوني أو سياسي. أنا لا أختلف عن قضية وجود الطائفة مهما كانت نوعها مثل ما ذكر الدكتور الخفاف، ولكن نحن نتحدث عن السياسة أو سياسة تلك الطائفة. هل هي وجود هذه الطائفة في إطار محدد لوحدها، أم هي تشترك مع طوائف وقطاعات وظروف محيطة بها
سيما والمجتمع يقول من الناحية التاريخية لحد هذا اليوم لا يوجد مجتمع خالص من حيث العنصر أو من حيث الدين، هناك تداخل وهناك تشابك وهناك تجاور وهنالك مصالح مشتركة، وأغلبكم يتذكر كثير من النشاطات خصوصا في العقود الأخيرة في قضايا تقارب الأديان أو المذاهب أو إلى آخره. هي المجتمعات أصبحت متداخلة، وبالتالي لا بد من موقف واضح أزاء هذه القضية. قد تعلق الأمر في العراق، وما أشير إلى قضية مؤسسات الدولة، أنا بتقديري يجب التركيز على البعد الاجتماعي في مشكلة الطائفية، والمقصود بالطائفية السياسية هو السلوك الذي ينفي حق الآخر، وليس فقط أن يثبت حق طائفة على ضد من طائفة أخرى. مشكلة البعد الاجتماعي أنا بتقديري هي الأساس قبل أن يأخذ، وهنالك مفارقات كثيرة في هذه القضية، الآن نستذكر من عدم بعض هذه الأمثلة. يعني أنا من خلال متابعتي إلى التشريعات العراقية لم أجد نصا يميز بين طائفة وأخرى، لا يوجد، لا دستور لا قانون لا كذا تاريخيا، ولكن نجد السلوك الطائفي في كل مؤسسات الدولة، في أمثلة بعيدة وفي أمثلة إلى زمن النظام السابق قبل ما نتحدث عن 2003 وما بعدها، لأن 2003 جاءت بنا بالمحاصصة، يعني كل طائفة تأخذ حصة، هذه مشكلة أخرى. بس البعد الاجتماعي الذي كان في الفترات والسنوات الماضية تجسد في كثير من الأمور سلوكيا. على سبيل المثال، إذا راح يقدم طلب لتعيين في أي مؤسسة اسم عبد الزهرة اسم عبد الحسين في العاصمة، يجوز ما يقبلهم، وحصلت هذه القضية تاريخيا. وكذا الحال في مسائل أخرى، وأتذكر طرفة أنا مسجلها في بحثي حول الجنسية وما يتعلق بالجنسية والتبعيات وإلى آخره، حصلت على حديث من أحد الأخوة يتعلق بالشيخ عبد الهادي الأسدي ابن أخيه اللي حدثني عن هذه الموضوعة، وما أعرف الشيخ هسا هو حي يرزق أو لا، لأنه ابن أخوه اللي حدثني هذه القضية بالتسعينات هو كبير سن. عندما ذهب للحصول على شهادة جنسية في بغداد، كانت شهادة جنسية، وقدم الطلب فجده هو أسد الله عبد الهادي كذا كذا أسد الله الأسد، فالضابط في ذلك الوقت قال له مبين من الاسم تبعية إيرانية، قال له ليش تبعية إيرانية؟ قال له هذا اسم أسد الله، ما عدنا احنا نسمي أسد الله. فالشيخ ظريف يعني سماحة متفقه، قال له اقدر اسالك سؤال؟ قال تفضل. قال له سؤال بس اريد اعرف ايهما تبعية، الله لو الاسد؟ خاطر نعرف انه اذا اكو تبعية ايرانية فخلنا نشوف اسد الله الاسد هو تبعية لو الله تبعية. فانا اركز على هذا المثال وغيره من الامثلة انه هنالك بعد اجتماعي في عملية السلوك الطائفي، وبالتالي انا كفرد ومواطن انتقل اصير مسؤول حزبي، اصير مسؤول سياسي، اصير مسؤول حكومي، اصير نائب، وبالتالي اخذ هذه المخلفات معي واترجمها في مؤسسات الدولة. اي نص قانوني لا يوجد. انا يعني اتمنى على احد من عندكم عنده نص قانوني او دستوري يقول انا بنميز فلان طائفة على فلان طائفة. وهنا اثير هذا السؤال، اين تظهر الطائفة؟ اين تظهر حقوق الطائفة؟ وهذه إشكالية حصلت في 2003 فما يعني لحد الآن. للأسف الشديد أنا يعني مشخص في حالة العراق هناك أزمة مفاهيم، وهي هذا الاختلاط بالمفاهيم هو اللي يتعبنا وليس شيء آخر. يعني نقول طائفة، فإذا كانت الطائفة تتعرض، مهما كانت الطائفة الشيعية السنية أي طائفة، إذا تتعرض إلى أي إشكال إلى أي خطر
السؤال يطرح نفسه، من يتصدى لهذا الخطر؟ الحزب السياسي أم المرجع لهذه الطائفة أو تلك؟ إذا الخطر على الطائفة، عقائد الطائفة، حياة الطائفة إلى آخره، يفترض المرجع يتقدم، ونحن مع المرجع في التصدي لي، كما كان في تاريخ الدين هنالك نبي كريم صلى الله عليه وسلم، وهناك أئمة، وهناك خلفاء، وإلى آخره من المواصفات كانوا يتصدون والجمهور معه. إذا كانت المشكلة تتعلق في الطائفة كطائفة، أما إذا كان الأمر يتعلق بالسياسة فهناك أحزاب سياسية ممكن أن تتصدى الموضوع. هذه القضية للأسف إحنا بدنا نفك. إحنا أحيانا نريد ندفع المرجعية أن تتدخل، ومرة نقول لا المرجعية خلي توخر. هذه كلها من بنات أفكارنا نحن. وأنا أستشهد بهذا الأمر في قضية حصلت في العراق في 2003 4 5 هي قضية الانتخابات. وفي هذا المكان وعلى اللالة شمعة كانت هنا عندي، هذا التسجيل عندي مسجلة ب 2004 هنا مسوي أنا ندوة ب 2004 كان ماكو ضوء على اللالة. قلت دعوة المرجعية للانتخابات كانت دعوة لكتابة الدستور وليس لتشكيل حكومة، لأنه كان الخطر أن يكتب الدستور ليس بأيدي عراقية، فقالت تكتب بأيدي عراقية ينتخبون، انتخبناهم للكتابة وليس للصراع السياسي وما رافق حول تشكيل الحكومة. هذه النقطة ما لكفوها في وقتها، فصارت كتابة الدستور وصارت قضية الانتخابات. فأنا أسترسل بقضية الانتباه إلى خطورة البعد الاجتماعي، لأنه البعد القانوني لا يوجد نصا في هذه القضية، بس الذي حصل ما بعد 2003 وهي موضوعة المحاصصة، فأخذت طبيعة الجانب الطائفي بعد القانون. وأنا عندي تمييز بين مرحلتين، مرحلة كانت في العراق إلى حد 2003 هي مرحلة فوضى التشريع، كان العراق يقاد المجلس قيادة الثورة بدون سقف قانوني أو دستوري، قرار مجلس قيادة الثورة بحكم القانون مادة أليف الفقرة أليف المادة 42 هاي معروفة كلها سامعين بها، لا يقول أنه لا يخالف دستور، لا يقول أنه يخالف فلان عقيدة فلان شريعة فلان دين، لا ماكو أي قرار يطلع من مجلس قيادة الثورة هو قانون. للأسف الشديد الآن وباعتراف مختلف الفصائل السياسية أن الدستور تضمن كثير من الألغام وكثير من الإشكاليات، ولذلك أنا سميتها مرحلة تشريع الفوضى. فمن تشرع الفوضى والكل يقول لي الحق، إلى أن وصلنا إلى نص في الدستور يقول خلق التوازن، نص في الدستور يتحدث عن التوازن في التعيينات في المناصب في اشكال، كل ما يصير حديث يقول لك التوازن. هذا كله يتنافى مع انه المجتمع هو مثل ما ذكرت في البدايه متداخل متعدد الاقوام والمذاهب والى اخره، فلا يجوز الحديث عن قضيه التوازن، يجب نذهب مذهب انه نبحث عن الكفاءه والقدره من اي مذهب كان، لانه حقيقه بناء مؤسسات دوله هي لضمان كرامة الناس، وكرامة الناس تتجلى في حقوقها وما تستحق من خدمات تقدم لها من مؤسسات الدولة. وأنا أقولها بآلاف المرات أكررها العبارة، المحاصصة نتاج حقيقي لمفهوم المخاصمة، لولا المخاصمة الموجودة بين الأطراف ما تظهر المحاصصة. ولذلك أعود وأقول أين تظهر الطائفة؟ في أي مجال من حياة الفرد أو المجتمع تظهر الطائفة. للأسف الشديد كثيرين من يرجعون إلى بعض القوانين ما ينتبه على عنوان القانون، نحن بالقانون عندنا قانون عام وخاص، ما يتعلق بالدولة وما يتعلق بالأفراد. وفي نفس الوقت قانون الأحوال الشخصية، هو اسمه أحوال شخصية، يعني ما له علاقة بالدولة أو بالعام. فلماذا نذهب باتجاه، وطبعا هذا يتعارض مع كثيرين لانه ما يقبلون ان نحكي هذا الحكي، بس احنا حكيناه من 2003، نعم
لطائفية فراش الزوجية كلا لطائفية النظام السياسي. للأسف الشديد من 2003 النصرة بدولاب يبدو أو قربة مزروفة، العقل ما يستوعب، سوينا طائفية النظام السياسي ومكلبين نريد فراش الزوجية شو يكون؟ يكون عام مشترك، في حين واقع الحياة اليومية لم أرى شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو موسويا قد تزوج أو وزع إرثه أو سوى كذا بعيدا عن عقائدي، ما لم أرى بغض النظر عن القانون. إذا شايفين واحد قولوا لي، إلا اللي يتحايل، إلا الذي لا يلتزم بعقائدي، وهي الظاهر أيضا أنا حاصيها. عندنا الأخوة الصابئة بحكم صدام حسين مؤخرا اعترف بحقهم وانطاهم مكان للمندي وانطاهم مكان ان يقوموا بطقوسهم وكذا، كان بعض كافراد لا يحترم عقائد الصابئيه ويلتزم بالقانون في توزيع الارث ويحرم المراه من حق المناصفه في الارث، يقول هذا القانون العراقي يوديه للمحكمه، فبالتالي المحكمه تحكم على القانون النافذ، وما اكو بالقانون 188 سنة 59 إلا تمييزا للمسيحيين والموسويين، ما كل الصابية فيعتبروهم من ضمن المسلمين أو من ضمن الطائفة السنية إلى آخره، وهي كانت معروفة هذه القضية. ولذلك أنا بتقديري الوقوف عند هذه الحالة يحتاج موقف لفهم مدنية الدولة ماذا تعني. هل تعني إلغاء حقك لممارسات ما هو طائفي لك أم لا؟ إذا كانت الدولة المدنية تحرمني من هذه، ليست دولة مدنية ولا ندافع عنها ولا نريدها، ولكن إذا تحفظ لي حقي أن أمارس كل طقوس الطائفية، نعم للدولة المدنية، وهذه فيها أسانيد كثيرة حتى أسانيد قرآنية. الله سبحانه عز وجل في كتابه الكريم يقول لو شئنا لجعلناكم أمة واحد، شخص بإمكانه أن يسوي قوم واحد ولغة واحدة وإلى آخره، وهو القادر على كل شيء. لماذا شعوبا وقبائل تتعارف مو مثل ربعنا يتعاركون ولا يتعارفون، وغيرها من المنطلقات اللي يفترض أن تؤسس لهذه الحياة. فعودا على بدء عند الحديث عن الدولة ومدنيتها، يفترض ان نكتشف العناصر التي تكون هذه الدوله. هي ليست سلام وليست عمليه بناء دوله بالشكل. وما ذكر الدكتور الخفاف حول انهيار مؤسسات الدوله، نحن نعتبر انه كانت فرصه ذهبيه لاعاده بناء الدوله من القاعده وليس من فوق. التكرار لعدم قدره بناء مؤسسات الدوله في العراق من الناحية التاريخية، السبب الحقيقي أنها بنيت من فوق، بمعنى من وزارة النقيب إلى مدير الناحية لم نتمكن من نفاذ القانون، بقت الدولة تبنى من فوق وما تنزل لتحت، تبنى من فوق. وآخر تجربة أيضا تكررت بعد 2003، أيضا بنيت حكومة من فوق وسلطة من فوق وما نزلت للأرض. كانت الفرصة الذهبية أن نبني قاعدة السلطة من القرية ونصعد إلى مجلس النواب وليس العكس. ها؟ شلون؟ نروح نسوي مجلس بالناحية، نسوي مجلس بالقضاء، ونسوي مجلس بالهذا بعدين، مو هسه الآن 14 مدري 10 سنوات ومجلس القضاء لحد الآن باقي، وإحنا سوينا 3 دورات لمجلس النواب. السلطة هناك وليس هناك. الاولويات عند هؤلاء وليس عند اولئك. ولذلك ما تضبطوا، واعطيكم مثالا حقيقي. اول تشريع للعقوبات في العراق ما هو اسمه؟ قانون العقوبات البغدادي. لماذا؟ لماذا مو العراقي؟ ألسنا المملكة العراقية؟ ألسنا جمهورية؟ لماذا بقي قانون العقوبات البغدادي؟ هذا ايضا له علاقة بالسيادة. وتنفيذ القانون بقى في حدود بغداد. وسوينا نظام حل المنازعات العشائريه، لان السلطه ما تقدر توصل هاي يسموها الزرقاء وتاخذ السياره وتطلع للريف تجيب المطلوب. تذكروا على التاريخ يعرفون.
ما قدرت توصل إلا بعد سنوات السلطة وصلت إلى حدود الريف أو حدود المدن والقرى. فهاي فرصتنا كانت، انهارت المؤسسات نبني من تحت ونصعد. ما صارت هذه القضية، كانوا يعتبرون احنا من المجانين، شنو شلون وهذا، ولازم من فوق، ولازم نقعد يم بريمر، ولازم نشارك فلان، ولازم ناخذ السلطة، ولازم كذا. وأنا أقولها بملء الفم، تجربة عشرينات هي نفس التجربة 2003، بنيت على اتفاقية 1922 ملكية دستورية كذا كذا، نص اتفاقية 22 مع العراق، وبنيت على اتفاقية 15 تشرين الثاني 2003 بريمر جلال طالباني وقع أيضا جمهورية فدرالية اتحادية مدري شنو، وقعت في 15 تشرين الثاني، وتكررت التجربة الثالثة. اتقيدنا بهذا الاتفاق ونزلناه بالقانون إدارة الدولة ونزلناه بالدستور ومش الحال. على النقطة الأخرى والخطورة الأخيرة بس أريد أوصل على عناصر الدولة المدنية المطلوبة، هو أن يكون هناك دستور باعتباره صيغة عيش مشترك، مو نصوص لا يدركها المواطن. ولذلك أنا دائما أقول لهم أنا أتعب بقضايا شرح القانون والمحاضرات ومدري شنو، يعني مرات أرجع للبيت أنا يعني ما أعرف شلون أوصفه، ما أعرف. لأنه أحيانا عندما تجد مجتمع نسبة غير قليلة من عنده لا تميز بين الرصيف والشارع، كيف تميز بين القاعدة الدستورية والقانون؟ ظل أشرح الآن، رصيف وشارع الذي يروح ويذهب عليه يوميا ما يميز. اثنين، الخطورة أنه ما هو عام يخضع للخاص، ومن يعترض عليه خيط مشوي أنا أوديه بشوارع النجف أراوي الرصيف يصعد هالشكل، للبيت لازم يصعد الرصيف، الرصيف الثاني لازم ننزل لها لجو، والرصيف الثالث يسوي له درج. يعني ما يقدر هو بيته من المدخل ينزله ويا الرصيف، لا هو يبني عالي واحنا صعدنا الرصيف هالشكل. يعني عربان الطفل لازم يقدر يمشيها، المرأة العجوز لازم ما تمشي على الرصيف، لازم تنزل بالشارع وتضربها سيارة ونقول سو حوادث طرق، ما نقول الرصيف خطأ. يعني لا البلدية لا مجلس محافظة لا مجلس نواب، شلون يخضع العام للخاص؟ ماذا أفهم أنا؟ هذا يعني شكل من أشكال الإشكالية وغيرها وغيرها من الصور. أما قضية المفاهيم اللي ذكرت عليها، هي أزمة مفاهيم، هي موضوعة فصل السلطات. فصل السلطات مبدأ أساسي في الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا الفصل شبيه بقضية الولادة. شلون تقطع الحبل السري؟ نعم، السلطة القضائية مصدرها مجلس النواب، السلطة التنفيذية مصدرها منه مجلس النواب، لكن عندما تولد تقطع الحبل السري، تصير كائن حي يعيش وحده. احنا لا، احنا نهدد بتعيين ونهدد بنقل ونهدد بكذا، ما نخليها السلطات تتكامل وتؤدي دورها، وخصوصا في فهم الدور. يعني من محاسن الصدف عندنا عضو مجلس النواب حاضر استاذ صادق، عندنا عضو مجلس محافظة استاذ علي الدكتور علي الشمري. يعني مفهوم هذه المجالس عند البعض ما مدرك على حقيقته، انه دور رقابي تشريعي فقط، لازم هذا الحد. يعني مو دور اخر في التدخل على الدائره والمؤسسه ويقول لازم تسوي لها الشكل وتسوي لها الشكل وغيرها من الامور. والعكس ايضا صحيح، انه انت دورك تنفذ، مو تقوم الدور ما تقرا النص التشريعي اللي يجيك صحيح وتظل تخالفه لو ما تتعامل وياه وما تصدر له تعليمات. هذه قضايا خطيره. اخيرا قضيه التداول بالسلطه، ومفهوم التداول بالسلطه يا اخوان هو اللي يعطينا التعبير الحقيقي لأهمية الانتخابات في الدولة، أنها ليس لمرة واحدة، هي دورية، هي مستمرة بين دورة ودورة. والشغلة الأخرى، حقوق أي فرد اللي كفلها الدستور هي مضمونة إن قادت الدولة من اليمين أو من اليسار، بهذه الأغلبية أو بتلك. الحقوق مضمونة، حق العمل، حق الخدمات الصحية، حق الخدمات الاجتماعية الأخرى، ضمن مقولات
انا ما يهمني اجى اليمين او اجى اليسار، لان انا مواطن، انا مشارك في هذه العمليه. والحديث طويل قد ندخل في هذه المسائل واكو امثله كثيره، ولكن ارجع انه التساؤلات للاسف الشديد، التساؤلات اللي ذكرها شو اسمه، انا اميز بين حق الطائفه وعقائدها ودور مرجعيتها وسلوك المرجعيه وتوجيهاتها وقضيه الجانب السياسي. ترشد شيء ولكن ليس العمليه عكسيه، انه الطرف السياسي هو يتبنى قضيه الطائفه، بالعكس. واحنا سمعنا المرجعيه اخيرا كانت تتحدث عن الروح الابويه للجميع، المسافه الواحده من الجميع، لماذا؟ لانها تدرك حقيقه المجتمع انه متنوع ومتعدد، وبالتالي يتنافس المتنافسون للاداء الافضل. شكرا جزيلا للاستاذ محمد عنوز على اضاءاته وافكاره التي طرحها في هذه الجلسه. وبالتاكيد اكد على نقطة مهمة، وهي لربما تشكل المخرج حقيقي لأزمة الطائفية السياسية، وهو الوعي الثقافي، ولا سيما الوعي القانوني، الثقافة القانونية، وكيف نستطيع أن ننقل المجتمع العراقي إلى مرحلة من الوعي المتطور لفهم مسؤولياته، فهم عمل مؤسساته. إذا للأسف الشديد نلاحظ عناوين مهمة في الدولة كان في التشريع وفي التنفيذ لا يعون قرارات وقوانين الدولة. يعني يصدمني مرشح في إحدى المحافظات وهو يبادر بحملته الدعائية ويقول لا يمكن أن ينصب رئيس وزراء دون رضا أهالي البصرة. أنا حقيقة أستغرب، يعني وأنا أبادر أيضا لأنه البصرة تبريرة، لأنه البصرة هي صاحبة النسق الاقتصادي العراقي، وأنا بدوري أقول لا يمكن تسمية رئيس وزراء دون أن ترضى النجف باعتبارها مصدر المرجعية والأكراد أيضا لهم، وهكذا. والأنبار يقول أنا المساحة الأكبر في العراق، لا يمكن أن يكون رئيس وزراء إلا من أي عقلية هذه ممكن أن تقود بلد؟ أنا واثق عشرات الأفكار والأسئلة لربما قفزت إلى ذهن السادة الحضور، نستمع إليها تباعا مع طلب بسيط حبذا لو الاختصار لإتاحة فرصة أكبر من السادة الحضور.